الرحمن الرحيم. على بركة الله نستعين. أحييكم مرة أخرى، وهذه هي إحدى انطلاقات هذه الفترة المسائية. نتقدم بالتهاني والناموس لأصحاب الأشواط الرئيسية وأصحاب الأشواط الرموز الأربعة في مساء هذا اليوم. أول الأشواط كان مع الزبارة لسعود بن صالح بن حمد النابت القمرة، بينما الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان المفتوح كان مع سراب وذهب إلى دولة الإمارات مع سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، بين الشلفة الخاصة بسن العمانيات كانت مع إلهام لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند اللي فازت بشوط الابكار. شوط القعدان رمز العمانيات الاجداع كان مع سديح لخادم بن عيسى بن سعيد بن ناصر المنصوري. تهانينا لكل من فاز. وشوطنا العاشر الذي ينطلق وأول المنطلقين، يا سلام، هذا مقدمة الشوط سمران، وهذا شعار خطف رمز في مساء هذا اليوم. خطف رمز المفتوح، رمز المفتوح الشلفة الخاصة بسن الإجداع مع أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام يا سلام، أو الشداد بالفعل، شداد يا سلام في هذا الشوط، شعار الشداد يا سلام. المركز الثاني وصلنا هملول، شعار فيصل بن عبد الله بن علي ألف هيده المري اللي على المركز الثاني. ننتقل لنتابع المركز الثالث، وهذا مصيحان لحمود بن سالم بن رغش الوهيبي اللي على المركز الثالث، بينما ناخذ المركز الرابع. ونذكركم بجائزة الشوط تويوتا ستيشن جي، هي جائزة المركز الأول مع الزعفران. المركز الرابع هذا اللي وصلنا جوجل، اللي وصل على المركز الرابع لراشد بن سعيد بن علي بن سرور اللي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس اللي وصل وتدخل في هذه اللحظات الواعي، تعود ملكيته لناصر بن سيف بن عبد الله بن محمد المنصوري. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، خامس النداء كان مع ناصر بن سيف بن عفرة المنصوري. مرحبا بك يا بن عفرة في ميدان الشحانية وفي هذا الميدان. السلامات إلى المرموم إذا فاز بن عفرة. يا سلام يا سلام، ينتظرونك أهالي دبي بجلب ناموس في مساء هذا اليوم. ولكن أعود إلى بن رشيد، أعود إلى قائد هذه الفرقة، إلى بن رشيد. مشاهدينا الأعزاء، هنا مع سمران، سمران في مقدمة الشوط، أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يسيطر. يا سلام، متخصص بسن القعدان وبرموز القعدان. هنا أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، هالي جميرة، هالي جميرة بانتظار الفوز في مساء هذا اليوم. نقطة ثانية بعد رمز القعدان المفتوح. يا سلام يا سلام، المركز الثاني، ناخذ اللي وصل على المركز الثاني، وهذا هو من وصل. أم صيحان على المركز الثاني لحمود بن سالم بن رغش الوهيبي من السلطنة، من سلطنة عمان، وبالتحديد وين يا راعي مصيحة؟ فهناك من ميدان الأبيض، من ميدان الأبيض 3 كيلومترات يا أخواننا يا جماهير الأصالة. يا سلام، المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء، ناخذ اللي وصل جوجل هنا لراشد بن سعيد بن علي بن سرور اللي وصل، او راشد بن علي بن سعيد بن سرود اللي وصل على المركز الثالث. يا سلام، اللي خطير، ديروا بالكم من جوجل. يا سلام، الله الله الله، يبحث في موقع جوجل لتحقيق الفوز، وابحثوا عنه في جوجل تجدون المعلومات الكافية عن إنجازاته الكبيرة التي لا تعد ولا تحصى. المركز الرابع، المركز الرابع، يا سلام، المركز الرابع اللي وصلنا هملول، أو وصل الصحاف، أو هملول عفوا، اللي فيصل بن عبد الله بن علي الفهيدة المري. وفي المركز الرابع الواعي، الواعي، ومتى بنقول وعى الواعي؟ مع بن عفرة اللي قادم، ناصر بن سيف بن عبد الله بن محمد المنصوري. يلا يا المنصوري، في مساء هذا اليوم ينتظرونك هناك،
يشاهدونك في دبي. هناك يا سلام ناصر بن سيف بن عبد الله بن عفر المنصوري قادم للنواميس، والواعي صاحب إنجازات كبيرة تؤهله إلى أن يصل إلى هذه المرحلة ويشارك في مساء الرئيسيين في هذا اليوم. يا سلام، ديروا بالكم ديروا بالكم. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى أهالي جميرة الكيلوين، قدمنا هناك قدمنا هناك مع الثلاث ومع أهالي جميرة القادمين. يا سلام يا سلام، أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي قادم في هذا المساء وتواجد في هذا المهرجان، وكما أنه تواجد في مهرجان التلة وأنجز الإنجازات الكبيرة يريد أن يستمر ويكرر السيناريو في كل المهرجانات. يا سلام، أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي واثق ثقة عمياء بقدرات سمران. يا سلام، والسمران على قد الثقة. يا سلام يا سلام، هو على حسن الظن، هو على حسن الظن، لا تخيب الظن يا سمران في هذا الأداء في هذا المساء. المركز الثاني، يا سلام، شوف المركز الثاني اللي وصل اللي وصل، أم صيحان لحمود مسالم بن رغش الوهيبي قادم أيضا. الله يا المركز الثالث، الله يا المركز الثالث، جوجل قادم لراشد بن سعيد بن علي بن سرود. المركز الرابع، منعود، يا مرحبا بك يا أبو محمد منعود صاحب الإنجازات، زميلنا ومعلقنا حمد بن محمد الزعبي المري. شد الحيل وعين خالد، ينتظرون الفوز في هذا المساء. تعزيز قادم، تعزيز كبير، تعزيز كبير هنا مع شهيد لسيد صالح بن صغير عبد الله العامري. يا سلام، اعود الى اهالي السلطنه، اعود الى اهالي ميدان الابيض. يا سلام، مع الكيلو متر الاخير. يا سلام، اهالي برزمان ينتظرون الفوز في مساء جميل، في مساء شحاني اصيل مع الكيلو متر الاخير. تويوتا ستيشن جي، جائزه المركز الاول. يا من تريد الفوز، يا من تريد الزعفران، يا من تريد الفرح والافراح في ميدان الافراح، جوجل وصل، جوجل وصل، وجدنا معلومات كافية وكاملة، ويريد أن يضيف المعلومة إلى معلوماته، إلى رصيده، إلى رصيده. جوجل الكبير راشد بن عبد السعيد بن علي بن سرود المنصوري، مشاهدين الأعزاء، هنا يريد أن يضيف النقطة الرابعة أو الخامسة بالفعل إلى رصيده. يا سلام يا سلام، راشد بن سعيد بن علي بن سرود المنصوري، هناك هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك من هنا ينقل ويزف التهاني مع جوجل، مع جوجل. وفي هذا المساء ستبحثون عن جوجل في موقع جوجل عبر طريق جوجل في موقع الأبرقة. يا سلام، هذه لحظات الفوز. 200 متر، سلام يا جوجل، سلام. أشكرك على هذا المسمى يا بن سرود. في هذا المهرجان يسجل جوجل في هذا المهرجان بنقطة وسيارة وزعفران وناموس. هذه لحظات الفوز. المركز الثاني حمود بن سالم بن رغش، وفي المركز الثالث وصل شاهين لمحمد بن سعيد بن أحمد الرميدي، وفي المركز الرابع وصل غازي لمحمد بن سالم الجنيبي، المركز الخامس وصل سراب لسالم بن حمد بن زفنة العفاري. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس لكل الفائزين، وناخذ لحظات الفوز والتوقيت الزمني، لحظة الفوز والانتصار. إذن هذا جوجل أمامكم على شاشة الريان، وناخذ التوقيت الزمني 9:16 38 جزءا من الثانية. بينما المركز الثاني حمود بن سالم بن رغش، وتوقيته الزمني 9:19:63 جزءا من الثانية. تهانينا لحمود بن سالم بن رغش. المركز الثالث شعار الرميثي، وتوقيته 9:20:13 جزءا من الثانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، على بركه الله وتوفيقه انطلاقات شوط